تعالوا بقى دلوقتي نتعرف على حالة الطقس النهاردة، ومن المتوقع أنها تكون مائلة للحرارة نهارا لطيفة ليلا والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري. أما بالنسبة لدرجات الحرارة بعض محافظات الجمهورية والعواصم العالمية نبدأها طبعا من القاهرة العظمى 35 والصغرى 25، الإسكندرية 32 25، الإسماعيلية 36 24، الدقهلية 35 25، بالنسبة للغردقة 40 29، وفي الآخر المنيا 38 24. وبالنسبة للعواصم العالمية فدرجة الحرارة في الرياض وصلت ل 43 28، أبو ظبي 41 32، أنقرة 29 16، لندن 18 13، واشنطن 26 18، وبنختمها من بكين 30 18. بعد ما تعرفنا على درجات